السلام عليكم. آخر سكشن في chapter 3 اللي هو 3-7 functions أو function of complex variable. f of z function of complex variable بتكون عندي من two part, من real part ومن imaginary part. ال real part بنسميه u of x and y, لأنه أصلاً ال z هي عبارة عن x زائد i y, فطبيعي حيكون ال function ال real هو u of x and y, وال v حتكون of x and y. طيب اذا الريال فانكشن اوف زد هو عباره عن يو اوف اكس اند واي, والايمجينري هو في اوف اكس اند واي. طيب في عندي مثال, اكتب اف اوف زد, زد تربيع زائد زد, اكتب لي الواي اليو والفي. هسه الزد تربيع هي عباره عن اكس زائد اي واي تربيع, لما هاي نفكها بيطلع عندي اكس تربيع ناقص واي تربيع, لانه اي واي في اي واي هي ناقص واي تربيع, زائد اي في 2 اكس واي, والحد الثاني اللي هو x زائد i y. نجمع الريال لحال والإيميجينري لحال, فالريال حيكون عندي x تربيع ناقص y تربيع زائد x, والإيميجينري بارت حيكون عندي 2 x y زائد y. ناخذ y عامل مشترك وتصفي عندي 2 x زائد 1, بكون عندي الإيميجينري بارت 2 x زائد 1 في y. طيب نيجي عندي هسه الفانكشن, اقترانات خاصة زي ال e of z. ال e of z اللي هو exponential function, ال e of z بساوي e of x زائد i y, لأنه عوضنا مكان z x زائد i y. لما نعوض مكان x هذا ال exponential, خلينا نحكي e of x مضروب في ال e of i y, لأنه ال exponential بين جمع جمع الأسس. ف e of x هي عبارة عن real, ال e of i y بتنفك لكوساين y زائد i sin y, فبصفي عندي ال real part هي عبارة عن e of x في كوساين y, وال e of x sin y هي عبارة عن imaginary part. طيب هسا اذا احنا اخذنا ال z, هذا ال exponential هو عبارة عن i x, عوضنا مكان ال z هنا عوضنا مكانها i x. exponential i x بتساوي كوساين x زائد i sin x, exponential ناقص i x بساوي كوساين x ناقص i sin x. لو خلينا نحكي جمعنا المعادلتين هذول مع بعض بطلع عندي 2 كوساين x, قسمنا على 2 بطلع عندي كوساين x هي عبارة عن e of i x زائد e of i x زائد e of ناقص i x على 2, فهذا تعريفنا للكوساين of x. طيب لو طرحنا هذول المعادلتين من بعض بيروح الكوساين مع الكوساين, بصفي عندي 2 i sin x, فلما نقسم على 2 i بصفي عندي انه sin of x هو عبارة عن e of i x ناقص e of ناقص i x على 2 i. طيب ننتقل هسا تعريف, بما انه انا عرفت الكوساين x والساين x بهذا الطريقة اللي هو على اليمين هنا بالمعادلتين هذولا, اذا sin of z احنا عرفنا exponential of z, هسا بتعرف sin of z. sin of z عبارة عن exponential i of z ناقص exponential ناقص i of z على 2 i. تعريف الكوساين زي ما شفنا على x هو عبارة عن e of i z زائد e of ناقص i z على 2. طيب هسا في عندي الهايبربوليك فانكشن اللي هن السنش والكوش. السنش هو عبارة عن e of z ناقص e of ناقص z على 2, والكوش هو عبارة عن e of z زائد e of ناقص z على 2. لاحظوا انا ما في i بالكوش والسنش. طيب في عندي two example بيربط ما بين الساين والكوساين والهيك والسنش والكوش. اثبت انه ساين الاي اكس, طبعا الاي اكس هي عبارة عن زد imaginary number, كوساين الاي اكس وتاني الاي اكس اوجد ساين الاي اكس كوساين الاي اكس. طيب هسا بطبق على القاعدة, ساين الاي اكس هي عبارة عن زي ما شفنا هون الساين, هيا خلنا ارفع لكم اياه, هيا بدي اطبق على القاعدة هاي, عوضت مكان الزد هون اي اكس, يعني هون مكان الزد بطبق اي اكس. طيب بنزل تحت, ساين الاي اكس هي عبارة عن اكسبونشال الاي للاي اكس ناقص اكسبونشال ناقص اي للاي اكس على 2 اي, هاي قاعدة الساين. طيب هسا اي ضرب هاي بساوي ناقص اكس, هون عوضت ناقص اكس, اي في اي كمان ناقص واحد, ف في عندي هون اصلا اشارة ناقص, بصير عندي موجب, بصير عندي e of ناقص x ناقص e of x على 2 i. طيب هسه لما اضرب, خلينا نحكي البسط, لما اضرب البسط والمقام, لما اضرب البسط بالمقام في ال i بصير عندي المقام i في i ويساوي ناقص واحد, وهون عندي ال i بتطلع لفوق لانه ضربت البسط والمقام في i, ف
فلاحظوا ناقص واحد بتقلب عندي الحدين هذولا. هون كانت e of ناقص x ناقص e of x، بصير عندي e of x ناقص e of ناقص x. طبعا هذا e of x ناقص، تعريف ال e of ناقص x لاحظوا هون اللي هو تعريف السنش، اي هون تعريف السنش، فبصير عندي الجواب النهائي i سنش ال x. طيب الكوساين i x نفس الشيء، بطبق على قاعدة الكوساين، هي عبارة عن exponential i لل i x، هاي قاعدة الكوساين exponential i z زائد exponential ناقص i z، بعوض مكان الزد i x، i في i ناقص واحد، و i في i ناقص واحد بصير عندي إشارة ناقص بصير موجب، بصير عندي e of ناقص x زائد e of x على اثنين. هذا هو تعريف الكوش. فإذا كوساين ال i x بتساوي كوش لل x. طيب بنرجع عندي على التان، التان اي اكس هو عبارة عن الساين اي اكس على كوساين اي اكس، الساين طلعناه والكوساين طلعناه، فبقسم هذول الرقمين اللي هو اي ساين سينشال اكس على كوش الاكس، بيطلع عندي اي تان هايبربوليك للاكس اللي هي الاتش، هاي بتدل على الهايبربوليك. فاحنا لما نقول سينش يعني احنا المقصود فيه ساين هايبربوليك، وكوش هو عبارة عن كوساين هايبربوليك. طيب هسا بدي اطلع سينش الاي اكس كوش الاي اكس وتان الاي اكس، هذول بطبق مباشرة على القانون كمان، بعوض مكان الاكس مكان الزد عبارة عن اي اكس، فبصير عندي اكسبونشال اي اكس ناقص اكسبونشال ناقص اي اكس على اثنين. طبعا هذا خلينا نحكي في عندي اشارة ناقص، لما اضرب البسط بالمقام في اي، لاحظوا ضربت البسط بالمقام في اي، فبصير عندي اكسبونشال اي اكس ناقص اكسبونشال ناقص اي اكس على اثنين اي، بطلع عندي هذا تعريف الساين اوف اكس، وفي عندي شيء ضرر لاني ضربت البسط بالمقام في اي، فبطلع عندي اي ساين الاكس الجواب النهائي. بالنسبه للكوش الاي اكس هو عباره عن بعوض على القانون اي اكس اللي هو مكان الزد زائد اكسبونشال ناقص اي اكس على 2، بطلع عندي كوساين الاكس مباشره. التان هايبربوليك للاي اكس هو عباره عن هذول الرقمين بقسمهم على بعض، اي ساين الاكس على كوساين الاكس، بطلع عندي اي تان الاكس اي تان اكس. طيب نيجي على عندي ساين الزد وكوساين الزد اكزامبل، طبعا هذا بدي اكتبه بالريكتانجولر فورم. هسه ساين الزد هو عباره عن ساين الاكس زائد اي واي، قاعده الساين اللي هو حاصل جمع تو خلينا نحكي تو انجلز اللي هو ساين اكس ساين اكس كوساين الاي واي زائد كوساين الاكس ساين الاي واي. فلاحظوا هذولا يعني هذولا الاجابات بدي اطلع الكوساين اي الواي والساين اي الواي من المثال السابق، فبشوف شو بيساوون من المثال السابق اللي هو كوساين اي الواي وساين اي الواي. ساين اي الواي من هنا بيساوي اي ساين هايبربوليك للاكس، طبعا بعوض مكان الاكس واي هون، وكوساين اي الواي هي عبارة عن كوساين هايبربوليك للواي، فبعوض مكان هذولا في المثال بوجد الجواب النهائي. اذا هنا عوضت مكان خلينا نحكي كوساين اي الواي هي عباره عن كوساين هايبربوليك للواي، وساين اي الواي هي عباره عن اي ساين هايبربوليك للواي، بيطلع عندي الجواب النهائي ساين الزد هو عباره عن كوساين الاكس كوساين هايبربوليك للواي، هذا الريال بارت، والايمجينري بارت ناقص اي طبعا ناقص ساين الاكس ساين هايبربوليك للواي. طيب نيجي عندي على المثال اللي بعده اللي هو اللوغاريتميك فانكشن. اللوغاريتميك فانكشن نفرض انه W طبعا كومبلكس نمبر بيساوي لين اوف زد كمان كومبلكس نمبر، هذا بيدل انه ايش؟ انه الزد هي عبارة عن اكسبوننشال الواي الدبليو، فهذا تعريف اللين. اللين يعني اذا كانت عندي اوميجا هو كومبلكس نمبر ولين كومبلكس نمبر ثاني، هذا بيدل انه الزد بيساوي اكسبوننشال الدبليو. طيب لو كان عندي 2 كومبلكس نمبر z1 اللي هو اكسبوننشال w1 وz2 اكسبوننشال نمبر كومبلكس نمبر ثاني بيساوي e w2، البرودكت تبعهن اللي هو z1 في z2، طبعا احنا بنعرف انه البرودكت نجمع الاسس، فهو عباره عن اكسبوننشال اوميجا 1 زائد او w1 زائد w2. لما اخذ اللين لل z1 في z2، اللين هو عباره عن w1 زائد w2، وهو بنفس الوقت بيساوي من قواعد اللين اللي هو حاصل الضرب هو لين زد 1 زائد لين زد 2. طيب هسا الخطوة الأولى دائما في خلينا نحكي في تمثيل العدد خلينا نحكي المركب اللي هو الكومبلكس نمبر، لازم أمثله بالطريقة البولر. أول شيء بكتب الماجنتيود اللي هو R،
exponential i في ثيتا اللي هي الفيز اللي بيعملها زائد 2 m باي. حكينا هذا تمثيل اي عدد، خلينا نحكي اي كومبلكس نمبر. الام تتراوح من 0 زائد ناقص 1 زائد ناقص 2 زائد ناقص 3 الى ما لا نهايه، يعني هي عباره عن انتجر نمبر، الاعداد الصحيحه الموجبه والسالبه بالاضافه الى الصفر. فهذا هو تمثيل، لانه انت لما 2 باي تضربها في الام انت بتقعد بتلف دورات صحيحه، فهذا تمثيل البولر. انت مثلا على زاويه ثيتا واضفت لها عدد معين من 2 باي سواء كان موجب او سالب، يعني بظل نفس الكومبلكس نمبر بالتمثيل البياني. هسا احنا حكينا ان هنا الدبليو هو كومبلكس نمبر ثاني بيساوي لن الزد. لما اخذ لن للزد اول شيء لن لاحظوا هنا انا حكيت لكم لن زد 1 في زد 2 او اي مضروبين ببعض بدك تاخذ لن للرقمين. فهون لما اخذ لن للار اكسبونشال اي في ثيتا زائد 2 ام باي باخذ لن الار اول شيء، ايوه لن الار اول شيء، زائد حسب قاعده اللن، قواعد اللن، لن الار لحال هذا اول شيء اللي هو الماجنتيود للكومبلكس نمبر، زائد اللن للاكسبونشال ناخذ اللي هو الاس هذا اللي هو اي في ثيتا زائد 2 ام باي. فحكيت لكم الام هي عباره عن 0 زائد ناقص 1 زائد ناقص 2 الى ما نهايه. عشان هيك الكومبلكس نمبر هاز انفينيت خلينا نحكي لوغاريثم. الكومبلكس نمبر هاز انفينيت نمبر اوف لوغاريثم عنده. فاحنا خلينا نحكي اذا بدنا ناخذ خلينا نحكي فانكشن اوف، يعني اذا بدنا ناخذ اللوغاريثم كفانكشن كقيمه واحده، دائما ناخذ قيمه الام بتساوي 0. والفيز خلينا نحكي الفيز بناخذ انترفال اوف 2 باي، بناخذها من الناقص الناقص باي للموجب باي. هذا الفيز للثيتا، يعني الثيتا بناخذها بال خلينا نحكي بالنصف الاول والنصف الثاني اللي هو من ناقص باي لموجب باي. عادة هيك يعني عشان ناخذ الواي موجب ناخذ خلينا نحكي الاكس زائد اي واي، ناخذها في الربع الاول والثاني اللي هو الثيتا بتكون من ناقص باي لموجب باي. طيب هسه بنيجي عندي امثله. فايند لن الناقص واحد. لن الناقص واحد اول شيء الناقص واحد هاي هي عباره عن كومبلكس نمبر وليس رقم عادي، يعني هاي الناقص واحد لانه الكومبلكس نمبر بتتضمن الاعداد الريال والاعداد اللي هي الايميجينري. فالناقص واحد هي عباره عن ناقص واحد زائد 0 اي، فهي بدي اكتبها بالبولر فورم. هسا ناقص واحد زائد 0 اي الاكس الها ناقص واحد والواي الها 0، فالتان الها هي عباره عن 0 على ناقص واحد. التان متى بيكون 0؟ يعني الساين خلينا نحكي ساين الثيتا 0 وكوساينها ناقص واحد، هاي الزاويه اللي ساينها 0 وكوساينها ناقص واحد هي الباي. فهون انا اوجدت الثيتا هون هي عباره عن الباي، فالناقص واحد بتساوي واحد اللي هو الار الماجنتيود الها واحد اللي هو جذر الاكس تربيع زائد واي تربيع. عندي الواي بتساوي 0 والاكس ناقص واحد اللي هي ناقص واحد تربيع تحت الجذر واحد. فهاي تمثيلها البولر اللي هي الناقص واحد هي عباره عن واحد في اكسبونشال الاي في ثيتا اللي هي طلعناها الباي، الزاويه اللي ساينها 0 وكوساينها ناقص واحد اللي ساينها 0 وكوساينها ناقص واحد اللي هي الباي زائد 2 ام باي، حيث الام زي ما حكيت لكم 0 زائد ناقص واحد زائد ناقص 2. طيب هسه لما ناخذ لها اللين، ناخذ اللين للواحد اللي هو البولر، زي انا قاعد بطبق على القاعده هاي مباشره، القاعده اللي كتبت لكم اياها هاي هاي القاعده الرئيسيه، هاي اللي هون هي القاعده الرئيسيه لن الار زائد اي في ثيتا. احنا طلعنا الثيتا عباره عن الباي والار طلعناها الواحد، فلن الواحد هي عباره عن 0. فهون نرجع المثال اللي هو لن الواحد اللي هو 0 زائد اللي هو لن الاكسبوننشال هذا اللي هو عباره عن اي في باي الزاويه اللي طلعناها ثيتا زائد 2 ام باي. فهذا هو الجواب النهائي اي في باي زائد 2 ام باي. طيب نيجي عندي فايند اللي هو 1 زائد اي لن الواحد زائد اي. هسه لن الواحد زائد اي الاكس بتساوي 1 والواي بتساوي 1، الماجنتيود الها اللي هو ار اللي هو جذر الاكس تربيع زائد واي تربيع اللي هي جذر 2 اكسبوننشال. هسه شو الزاويه اللي ظلها تان التان انفرس الواي على اكس، الواي عندي 1 والاكس بيساوي 1، شو الزاويه اللي ظلها 1 اللي هي 45 درجه اللي هي الزاويه باي على 4، هي اللي موجوده هون الباي على 4 اللي هي 45 درجه، يعني كل شيء بدنا نمثله بالراديان. فبصير عندي الواحد زائد اي تمثيلها بالبولار كوردينيت هي عباره عن جذر 2 في اكسبونشال الاي في الثيتا اللي هي باي على 4 زائد هاي دائما بنضيفها 2 ام باي.
لما اخذ لها اللين بطلع لين الجذر 2 زائد لين لهذا الاكسبوننشال اللي هو اي في باي على 4 زائد 2 ام باي. لين الجذر 2 هي عباره عن 347 بالالف زائد اي في باي على 4 زائد 2 ام باي. هذا الجواب النهائي. طيب هسه الباور والروتس هذول كمان مهمات. الباور والروتس بشكل عام لما ناخذ يعني اكس اس واي، هذا احنا بنحكي لسه في الريال يعني بعدين ننتقل للكومبلكس. لما ناخذ لين اكس اس واي طبعا هذا الاس المرفوع نقدر نطلعه خارجي لان بصير عندي بيساوي واي لين الاكس. طيب هسه اكس قوه واي يعني عدد بشكل عام بدنا نرفعه للقوه واي. هسه لاحظوا من هاي العلاقه الفوقانيه لين الاكس قوه واي بيساوي واي لين الاكس، بنقدر نكتب انه الاكس قوه واي هو عباره عن اكسبوننشال الواي لين الاكس. هسه في علاقه بين الاكسبوننشال واللين، اذا كان لين اي رقم بيساوي مثلا لين الاي بيساوي بي، هذا بدل انه ايش؟ انه الاي بتساوي اكسبوننشال البي. هاي القاعده يعني لين الاكس قوه واي بيساوي واي لين الاكس. طيب اذا نعتبر انه الاكس هي عباره عن الاي واللي مرفوع له هو عباره عن البي، فعباره عن انه الاي بتساوي اكسبوننشال البي، فهذا نفس الاشي. يعني انا هنا عوضت انه هاي بما انه لين لهذا الرقم للاكس قوه واي بيساوي واي لين الاكس، اذا لما ارفع الاكس قوه واي هي عباره عن اكسبوننشال الواي لين الاكس، فبطلع الواي خارج يعني القوس هذا الباور، فبصير عندي انه اكس قوه واي يعني هاي العلاقه ان هي اكس قوه واي بيساوي اكسبوننشال لين الاكس اس واي. فبنيجي هون بنطبقها على الكومبلكس نمبر، يعني لاحظوا هنا بدال الاكس حطيت زد وبدال الواي حطيت دبليو، استبدلت الاكس اللي هو الريال فانكشن بالكومبلكس فانكشن، والباور هاي الواي صارت هون الباور دبليو. لاحظوا انه الدبليو والزد كله كومبلكس فاليو، فحسب القاعده هاي انه زد قوه دبليو هي عباره عن اكسبوننشال الدبليو لين الزد، فهاي بنطبق عليها بالامثله القادمه. هاي القاعده الاساسيه زد قوه دبليو بيساوي اكسبوننشال الدبليو لين الزد. بنشوف الامثله الموجوده معنا. لاحظوا هون عندنا الاي اس ناقص واي، خلينا ارفع شوي عشان نقارن. الاي قوه ناقص اي، الزد هي عباره عن الاي، الدبليو عباره عن ناقص اي. حسب القاعدة هاي لازم نكون حذرين، يعني هاي الدبليو هاي الدبليو، احنا الدبليو اخذناها الناقص اي، فاذا الاي قوة ناقص اي هي عبارة عن اكسبوننشال، بتحط اول شيء اكسبوننشال، هاي الاكسبوننشال ناقص اي لن اللي من هي الزد، الزد حكينا هي عبارة عن اي، فبصير عندي هذا هو الجواب النهائي اللي هو اي قوة ناقص اي لن الاي. هسا لسه بدنا نكمل. هسا لاحظوا هاي الاي هاي الاي اللي هي بدنا ناخذ لها اللين. احنا ليش اخذنا اللين اول؟ لانه هسه بدك تمثل الاي هاي حسب لما اخذنا درس اللين قبل درس الباور، بدك تمثل الاي بالبولر كوردينيت البولر او البولر فورم. الاي هي عباره عن الاكس الها بتساوي 0 والواي الها بتساوي 1، بدي اخذ لها الماجنتيود، الماجنتيود الها 1 اللي هو جذر الاكس تربيع زائد واي تربيع، الاكس مش موجوده اذا هاي ماجنتيودها واحد، فهن هون في رقم واحد. في الاكسبوننشال طبعا شو الزاوية اللي خلينا نحكي تان انفرس للواحد على صفر، شو الزاوية اللي خلينا نحكي الساين الها واحد والكوساين الها صفر اللي هي الباي على اثنين، هون حطينا الثيتا عبارة عن باي على اثنين، فاكسبوننشال الاي في باي على اثنين زائد اثنين ام باي. هسا باخذ لها اللين، لين طبعا هون واحد زيرو، فبناخذ لها اللين اللي هو هذا اللي هو اي في باي على اثنين زائد 2 ام باي. طيب فاذا اصبح عندي الجواب النهائي انه اي اس ناقص اي، لاحظوا هنا حكينا انه هي عباره عن اكسبوننشال الناقص اي، اللين الاي هينا طلعناها اللي هي اي في باي على 2 زائد 2 ام باي. هسه هون عندي صار اي في اي ناقص 1 مضروبه في ناقص 1، فبصير عندي موجب 1، اذا الجواب النهائي هو عباره عن اكسبوننشال باي على 2 زائد 2 ام باي. والام تنتقل بتساوي عندي من 0 زائد ناقص 1 زائد ناقص 2 الى ما لا نهايه. طيب هون عندي مثال ثاني اللي هو 1 ناقص اي اس اي، ف1 ناقص اي اس اي بنحدد الزد هي ال1 ناقص اي والدبليو عباره عن ايش؟ اللي هو الاي.
انا بدي هسه اللي هون مرفوع للمقام بساوي عندي الاي قوة اي، لاحظوا هاي الاي وهاي الاي، وبدي اخذ اللين لمين؟ لهذا للواحد ناقص اي. الواحد ناقص اي هاي بدي اكتبها على صيغة ايش؟ على صيغة البولر. لاحظوا الاكس الها واحد والواي الها ناقص واحد، فعندي واحد ناقص اي، الجذر التربيع للاكس تربيع زائد واي تربيع هو جذر اثنين، لانه عندي ريال بارت وامجينر بارت، هذيك واحد هذيك واحد، اذا جذر اثنين اكسبوننشال شو الزاوية اللي ظلها ناقص واحد، اللي هي مش الباي على اربعة، ناقص باي على اربعة، لانه هاي في تقع في الربع الرابع اللي هي ناقص باي على اربعة، ناقص 45 درجة اللي في الربع الرابع. فاذا حطينا هون الناقص باي على اربعة زائد اثنين ام باي، هون هسه بطبقها في القاعدة هاي اكسبوننشال اي، حطيت هذا الرقم اللي هو لما ناخذ اللين اللي هو لين الجذر اثنين زائد هذا اللي هو اي في ناقص باي على اربعة زائد اثنين ام باي، لان الجذر خلينا نحكي اثنين هو عبارة عن 347 بالالف، فهذا مضروب في الاي هاي اللي خارج القوس، وهسا اللي داخل القوس لما اضربه اي في اي اللي هو ناقص واحد، هون حطينا الناقص واحد في ناقص باي على اربعة زائد اثنين ام باي، فعندي هون بصير عندي طبعا اكسبوننشال اللي هو ناقص في الناقص، لا مندخل الناقص داخل القوس، ففي عندي اكسبوننشال الناقص في ناقص، بصير عندي باي على اربعة ناقص اثنين ام باي اللي هو هذا الريال بارت. هسا عندي اكسبوننشال 347 بالالف في الاي، اكسبوننشال الزاوية هاي شو بتساوي؟ اللي هو كوساين 347 بالالف زائد اي ساين 347 في الالف، فكوساين 347 بالالف على الاله الحاسبة بتطلع عندي 94%، ساين 347 بالالف بيطلع عندي 34%. طبعا هذول لازم اكون مستخدم ايش؟ الراديان في الاله الحاسبه وليس الديجري، يعني هذول كلهم بالراديان، هاي الزاويه 347 بالالف هاي بالراديان وليست بلا. فالجواب النهائي لهذا اللي هو واحد ناقص اي قوه اي بتساوي اكسبوننشال باي على 4، طبعا هذا ريال، ناقص 2 ام باي، في مضروب في اللي هو هذا اللي هو 94% زائد اي في 34%. هذا هيك بنكون انهينا تشابتر 3 بكل تفاصيله، طبعا نبدا المحاضره القادمه في تشابتر 4، وطبعا تشابتر 4 زي تشابتر 3 باخذ محاضرتين تقريبا، وتشابتر 5 نفس الشيء ما بطول عشان لما نخلص نعملكم فيه الامتحان الثاني.